دلوقتي خلينا نتابع أهم الأحداث اللي هتحصل النهاردة في سياق التقرير اللي جاي. أخبار كتير هتحصل النهاردة، من بينها إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء هيفتتح مصنع بيكو لصناعة الأجهزة المنزلية بمدينة العاشر من رمضان. كان رئيس الوزراء قد زار المصنع أكثر من مرة مؤخراً، وأكد على إن الحكومة لديها الاستعداد الكافي لتوفير مختلف أشكال الدعم والتيسيرات المطلوبة من خلال الجهات المعنية، وده لتنفيذ مصنع بيكو بصورة كاملة وبدء التشغيل الفعلي له وافتتاحه في أقرب وقت، وهو ما يسهم في توفير الأجهزة المنزلية للسوق المحلية والتصدير للخارج. النهاردة هيحتفل المعهد العالي للموسيقى العربية بمئوية المعهد ومرور 100 عام على نشأته وتخريجه للعديد من المبدعين والموهوبين في الغناء والعزف بمصر والوطن العربي. ومن المقرر أن يتضمن الحفل مجموعة من الفقرات المتنوعة، منها تكريم باقة من رموز المعهد ورواده، وأيضاً سوف يتم تكريم الدفعة 51 اللي بتحمل اسم الموسيقار خالد الذكر سيد درويش، والدفعة رقم 52 اللي بتحمل اسم الراحل العظيم الموسيقار المبدع علي إسماعيل. لعشاق الكرة الأوروبية موعدهم النهاردة مع 6 مباريات قوية في إطار الجولة الأولى من الدور التمهيدي الثاني لدوري أبطال أوروبا، من أهمها مباراة جيرونا الأسباني مع باريس سان جيرمان الفرنسي في تمام الساعة 10 ليلاً، في نفس التوقيت مباراة مانشستر سيتي الإنجليزي مع إنتر ميلان الإيطالي.